أن قواتكم المسلحة طيلة هذه الفترة وطيلة الفترات السابقة والسنوات السابقة وهي تعد العدة لتحرير الوطن من الإرهاب ومن المجرمين ومن الغزاة الأجانب. في الفترة الماضية بدأت إعادة هيكلة غرفة العمليات بالكامل، بدأت إعادة هيكلة كل الوحدات وكل خطوط النار. الآن تم تحسين خطوط الدفاع عن مدينة سرت بشكل ممتاز جدا بخبرات عسكرية ليبية وبتنفيذ إدارات وهيئات وأركانات القوات المسلحة العربية الليبية. الآن تم تحسين كل تلك المنطقة، تم تدعيمها بما يلزم من أسلحة ثقيلة، المدفعية الميدان، المدفعية الصاروخية، وتم تدعيمها بما يلزم من الدروع ومن أسلحة الرادار أو أسلحة الدفاع الجوي من رادارات وصواريخ، سواء دفاع جوي ميداني سواء دفاع جوي استراتيجي. الآن القوات الجوية استطاعت رفع كفاءة عديد من الطائرات متنوعة، منها طائرات قاذفة، منها طائرات دعم ناري قريب، منها طائرات احتراز جوي، ومنها طائرات العمودي بجميع أنواعها، سواء الطائرات الهجومية، سواء الطائرات النقل والإمداد، سواء طائرات الاستطلاع والتصوير المختلفة الأنواع.